تحت شعار وياكم انطلقت فعاليات المشروع الوطني لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات بالتعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من تنفيذ المشروع التوعوي غراس. هناك كثير من الظواهر على مستوى العالم تدل على أن هذه الآفة في ازدياد، وأن مكر ودهاء المهربين والمصنعين بلا سقف. من هنا يأتي التحدي. التحدي في الكويت هي في نهاية طريق الحرير اللي يبدأ من أفغانستان إلى باكستان إلى إيران إلى العراق، ولا شك أن هذه من ضمن الأشياء اللي تخلي الكويت قد تكون هي عنق الزجاجة أو البوابة التي تستهدف للدخول إلى مجلس التعاون الخليجي. يزيد الخطر في قضيتين: الأولى أن تجارة المخدرات مخيفة بمفهوم ارتباطها بغسيل الأموال، بالميليشيات، بتجارة السلاح، بعدم الاستقرار اللي يكون قرين لها. الجانب الآخر اللي يجب أن يقرع نواقيس الخطر أن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تتكلم عن مقابل كل ضبطية ننجح فيها ونفرح فيها هناك 10 تفلت. احنا اليوم تواجدنا في هذا اللقاء التوعوي نقدم التوعية لجامعة كافة شرائح المجتمع، ونقدم بدورنا لإدارة عامة المخدرات أهم النقاط التي نسلط فيها الضوء على مشكلة المخدرات، وأيضا التواصل مع كافة شرائح المجتمع. احنا هني نقدم بعض ما تقوم به الإدارة عامة من توجيه الأسر وإرشادهم حول مشكلة هذه المخدرات.